حلقة السابعة من تفسير وإتقان سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا في الربع الثاني من سورة الكهف 30 آية التانيين بنتكلم على عقوبات من لم يستخدم طاعة الله تعالى في إصلاح دينه وآخرته. طيب، خدنا العقوبة في الدنيا بزوال النعمة، وخدنا العقوبة في الحساب، والنهاردة هنتكلم في العقوبة في الآخرة. الناس اللي ما اصلحتش دينها تدخل النار. طب النار دي بيدخلوها على طول؟ لا، النار بتبدا تعذبهم وهم لسه في ارض المحشر. قال تعالى: وراى المجرمون النار وهم في ارض المحشر لقوا النار، والنار عماله تحلق لهم، ان جهنم كانت مرصادا. وراى المجرمون النار فظنوا انهم موقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وفضلوا لحد يوم لحد العرض وهم عندهم امل احتمال ينجوا منها، بس بعد العرض لم يجدوا عنها مصرفة. طب لماذا لم يجدوا عنها مصرفة؟ لان ربنا صرف في القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. عشان هم ما احنا صرفنا لهم كل حاجة ما اخذوش بالقرآن، دخلناهم النار ولم نجعل لهم مصرفة. من أهمل تصاريف القرآن منع الله عنه تصاريف الخروج من النار، ومن اهتم بالقرآن صرفه الله عن النار. طيب إيه الحاجة اللي خلتهم يدخلوا النار؟ أربع ذنوب عملوها. أول ذنب إنهم عاندوا القرآن. الذنب الثاني إنهم عاندوا الرسل. الذنب الثالث إنهم أعرضوا عن العلم. الذنب الرابع إنهم اغتروا. طيب ناخد ذنب ذنب. أول ذنب عناد القرآن. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. القرآن جالهم بدأ يجادلوا فيه. طب إزاي يجادلوا فيه؟ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بدل ما يقولوا سمعنا وأطعنا بيقولوا لو حق أمطر علينا حجارة من السماء. طب ما أنت هتموت. أيوة مش مهم. طيب ايه النتيجة؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين. والناس دي مش هتؤمن الا اذا جاءتهم سنة الاولين. ايه هي سنة الاولين؟ سنة الاولين الاستئصال، ان هم كانوا لا يؤمنون الا عند الاستئصال. ففرعون: ولقد اتينا فرعون وملأه سبع ايات. السبع ايات جم ما امنش. امتى امن؟ وهو بيغرق في البحر. امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. دي سنة الناس دي. ايه السنة بتاعتهم؟ انهم لا يؤمنون الا عند الاستئصال. يأتيهم العذاب قبلا. يأتيهم العذاب قبلا، يعني العذاب اللي هم طلبوه يأتيهم قبلا. طيب تاني ذنب عملوه عناد الرسل. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. جم المرسلين عشان يقنعوهم استهزأوا بيهم وجادلوا واستهزأوا بيهم. يبقى القرآن جادلوا والرسل جادلوا واستهزأوا بيهم. طب الذنب الثالث الإعراض عن العلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يديه. يذكر بالآيات، نقول له تعالى اتعلم، يعرض عن العلم الشرعي، ورايا شغل مش فاضي. الإعراض عن العلم ده لا يوجد أظلم منه، لا يوجد عند الله رجل أشد ظلما منه، لأن المعرض عن العلم ده على طول منافق. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يديه. طب ربنا عاقبهم بإيه بقى؟ أما هم امتنعوا عن دروس العلم إيه اللي حصل؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يبقى الإنسان أول مرة بيتخلف عن العلم بمزاجه، بس بعد كده بقى ربنا هو اللي بيلعنه وبيبعده عن دروس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الذنب الأخير بقى الاغترار بالإمهال. بيروح نحلتنا كويس، كان ربنا
خد النعم اللي عندنا وده غرور. مش معنى ان حالتك كويسة وانت بتعمل معصية ان ربنا راضي عنك، ده اسمه امهال. قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قرى كتير جدا ظلت في نعم وربنا ما عذبهاش رغم انها ظالمة وأضر عليهم النعم. طب ليه قال الله؟ عشان ربنا غفور ذو الرحمة، بيدي الإنسان فرصة يتوب. طب امتى ربنا أهلكهم وجعلنا لمهلكهم موعدا؟ أتى الموعد فتم إهلاكهم. كده خلصنا الربع الثاني من سورة الكهف. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.